المشاهدين، وبسبب انشغال سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح أمس بحفل التكريم، ينضم إلينا هو اليوم معنا. بعد التحية سعادة السفير، خبرني كيف تابعت هذا التكريم سواء من خلال حضورك أو أصداء هذا التكريم على مستوى البيت الأبيض، فتفضل. أول شيء مساء الخير أختها، وشكرا على استضافتي في برنامجكم، وتحياتي لكم جميعا ولجميع المشاهدين. طبعا تشرفت أمس بمرافقة معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد بمراسم استلام الوسام في البيت الأبيض، وأمانة كان حفل ممتاز وسادة جو ودي وجو دافئ من قبل القيادة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس ترامب. وأمس كان يوم أمانة مشهود لنا كدولة وكشعب، ولازم كلنا نكون فخورين في اللي حصل يوم أمس. في حقيقتين يجب الوقوف عندهما أخت سهى. الحقيقة الأولى بأن هذا الوسام وسام نادر جدا، يعني يعطى من قبل الرئيس الأمريكي ومن قبل أكبر وأعظم دولة في العالم. هذا الوسام كما يعني ذكرت في برنامجكم نادر، أعطي آخر مرة في 1991، بس أعطي آخر مرة لرئيس دولة سنة 1988، يعني من 32 سنة ما في رئيس دولة حصل على هذا الوسام من الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه نقطة يجب الوقوف عندها أمانة ويجب التطلع إليها. النقطة الثانية والأهم بأن يعني هذا الوسام هو دلالة بأن مسيرة أميرنا الله يحفظه وشافيه هي مسيرة مشهود لها دوليا، وهذا الوسام يضاف إلى عدة أوسمة حصل عليها سموه الله يحفظه وشافيه، وأيضا يضاف إلى تكريم سموه في العديد من المحافل، وعلى رأسها لا ننسى الأمم المتحدة كرمته كقائد إنساني. فمرة ثانية يخصها إحنا كشعب وكدولة يجب أن نكون اليوم فخورين جدا بقيادتنا وبأميرنا الله يشافيه ويحفظه لنا إن شاء الله. سفير، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى يمنحه الرئيس الأمريكي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، ما هي قراءاتك لهذا الحدث المتميز في أثره في تعزيز هذه العلاقات الكويتية الأمريكية؟ يا أختها، هذا الوسام هو بحد ذاته يعكس متانة ومكانة العلاقات الأمريكية الكويتية. يعني هذا الوسام هو مرآة لهذه العلاقة ولمتانة هذه العلاقة. والأهم من ذلك أيضا اللي أيضا يجب الوقوف عنده، واللي يجب المشاهدين أن يعني يقفون ويستوعبون الأمر، هذا هو توقيت تسليم أو تقليد سموه الله يحفظه لهذا الوسام. إحنا كلنا شايفين ومتابعين التطورات في منطقتنا، ولكن هذا التكريم وفي هذا الوقت بالذات في هذا الأسبوع بالذات له دلالة كبيرة، وهذه الدلالة هي أن الولايات المتحدة تقدر وتحترم مسيرتنا ككويت وما وقفنا كدولة بقيادة سمو الأمير. يعني هذه إشادة من الإدارة الأمريكية ومن الرئيس الأمريكي شخصيا لمواقف سمو الأمير الله يحفظه ويشافيه المشهودة والمعروفة. فهذا تقدير من الرئيس الأمريكي لقيادتنا وأميرنا الله يحفظه ويشافيه. فهذه أمانة يعني الشعب لازم يوقف عند هذه النقطة ويستوعبها، ويعرف أن التقدير الأمريكي للكويت لأميرنا الله يحفظه ويشافيه هو تقدير عالي جدا واحترام كبير جدا، وهذا أمر كلنا لازم نكون فخورين فيه، وأنا شخصيا جدا جدا فخور باللي حصل أمس. نعم، سعادة السفير الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، كل الشكر لك، شكرا.